بقطاع الفلاحة، حيث قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني قام بزيارة عمل وتفقد لبعض المنشآت بولاية سيدي بلعباس وتدشين عدة هياكل تابعة لقطاعه. وزير الفلاحة صرح عن تقديم تسهيلات تسمح للفلاح لا سيما في شعبة الحبوب وتحفزهم إلى جانب رفع السعر المرجعي للقمح الصلب. التغطية كانت لعبد الحكيم عاشور. وزارة الفلاحة خدات قرارين، الأول رفعنا من سعر البريد ريفيرنس، في بعض الأحيان يتجاوز 20% بالنسبة للدعم. ثاني شيء مضينا اتفاقية تحت إشراف وزارة الطاقة ووزارة الفلاحة بنص ميدال ولويس الديوان الوطني للحبوب. هذا واش معناتها؟ معناتها يعني لهذا العام خاصة في شعبة الحبوب اللي عندنا هدف فيما يخص القمح الصلب، وفيه تحفيزات أخرى، ولكن بالمقابل فيه دفتر شروط وفيه إنتاج وتطوير الإنتاجية. في ذات السياق أعلن عبد الحميد حمداني اتخاذ إجراء جديد يتعلق بدعم وتعزيز كافة الأجهزة المندرجة في إطار السقي التكميلي من أجل مساعدة الفلاحين على توفير المياه في ظل التحولات المناخية وقلة الأمطار. ميكروفون عبد الكريم عاشور. اليوم الدولة خدات القرارات باش توقف مع الفلاح الجزائري والمنتج الجزائري بكل وسائل المرافقة والتحفيزات. بالمقابل نتمناو تكون عام تاع القمح الصلب، نتمناو ما خصناش بزاف، نتمناو هذا العام ما نجيبوش القمح الصلب ونزيد تحفيز آخر فيما يخص يعني السقي، وخاصة السقي التكميلي. بديناه العام اللي فات والحمد لله مد نتائج. هذا العام يكون فيه تحفيزات أخرى، لا جيو مومبران، لي بيفو، لي ريغاسيون دابوان. إذن كل شيء راهو موجود. القرارات ما نيش نقول لكم رايحين ناخذوا القرارات، خدينا القرارات.